تفتكر يا مصطفى هيصدق معاك انت والحاجة في الكلام اللي قاله؟ أفلح إن صدق. أنا متهيألي ربنا أراد إنه يهديه دلوقتي. طب مش المفروض إن احنا برضو نبلغ الحاجة نعيمة بالاتفاق ده؟ وأنا فوت على المحامي بتاعهم وقلت له على كل حاجة. يومك على خير. أرو مين؟ عزة؟ خير يا أنس عزة؟ خير يا دكتور. الحقيقة الحالة ما تطمنش، بس إن شاء الله احنا هننقلها مستشفى الزقازيق الجامعي، وأنا هكلم الدكتور إبراهيم حجاب، ده راجل أخصائي خبير في علاج أمراض المخ والأعصاب، وتحت إشرافه يومين تلاتة هتبقى زي الفل بإذن الله. المهم دلوقتي البسوا انتوا ولبسوها وجهزوا شنطتها، انا هكلم الدكتور ابراهيم يسبقنا على المستشفى. خير خير يا دكتور ابراهيم. خير ان شاء الله يا بنتي. خير خير. ماما عامله ايه دلوقتي يا دكتور؟ تقدروا تدخلوا تطمنوا عليها بس ارجوكي من غير اي ازعاج. اتفضل يا دكتور. طمنا يا دكتور، ايه الحاله بالظبط؟ والله يا اخويا مصطفى الحاله زي ما انت شخصتها بالظبط، جلطه في المخ اتسببت في شلل بالجانب الايمن، وربنا يسهل وال 72 ساعه اللي جايين يعدوا على خير وتعدي مرحله الخطر. ربنا موجود والشفاء من عنده. حبيبي ممكن يمسك اعصابه على الاخر. انتوا ايه الحكايه بقى؟ انت جايه دلوقتي تقولي لي امسك اعصابك، ومن شويه مامتك قالت لي امسك اعصابك، وفجأة سابتني وجريت على المطبخ. اتفضل يا محمود باشا، كوباية الليمون دي أنا عاملاها لك بإيديا عشان تهدي أعصابك. برضو عشان أهدي أعصابي؟ شكرا، إنما ليمون إيه؟ ما أنت عارفة أنا ما بحبش قوي الليمون. خير؟ هو في إيه؟ أنا عايزاك تشرب الليمون وتاخد حباية من دي. أنا باخد منها لما حماك بيشد لي أعصابي، ببقى هادية وريلاكس على الآخر. خدي الحباية ما تقلقش، ملهاش أي أعراض جانبية. كمان حباية مهدئة؟ لا إله إلا الله. ماشي الحمد لله. إيه أديني خدت الحباية وبقيت هادي. لطيف خالص. أنا خير بقى في إيه؟ مبروك. مبروك على إيه يعني؟ أصل إيناس بقالها أكتر من 10 أيام حاسة كده بشوية أعراض غريبة، أنا خدتها ورحت بيها للدكتورة رضا وقالت لنا إنها حامل. حامل؟ حامل والله العظيم، حامل يا محمود. أكيد أنا في حلم. زيادة بقى في التأكيد، أنا خدتها ورحت بيها المعمل تحاليل، ما مشيناش إلا ما خدنا النتيجة. إيجابي يا محمود باشا، إيناس حامل. اتفضل نتيجة التحليل أهي. انت هتعمل ايه؟ الو يا فوزي، شوف لي اكبر معمل تحاليل في البلد دي. خلاص اتاكدت واطمنت يا محمد؟ يا سلام، ده انا حاسس ان السعاده اللي في العالم اتجمعت كلها وطارت وحطت فوق دماغي انا لوحدي. أنا حاسس إن أنا أسعد إنسان في الدنيا. وأنا كمان مبسوطة وسعيدة أوي.
وفرحتي ما تتوصفش. انا مش مصدق نفسي، اراده ربنا فوق كل حاجه. اخيرا هبقى اب، اب، وهيبقى عندي ابن، ابني انا. ياه، انا هخليه اسعد انسان في الدنيا. تعالى يا حبيبتي، ايدك في ايدي بقى، وننزل نكمل كلامنا تحت، هوريكي شيء عظيم. انت بتعمل ايه هنا في الخزنه دي؟ موجوده ثروتي الحقيقيه، مش قصدي على الفلوس اللي جواها، لا، قصدي على الاجنده. الاجنده دي فيها حساباتي اللي موجوده في سويسرا، سواء العلنيه او السريه، مئات الملايين من الدولارات. بس برضو انا حاسس انهم ولا حاجه، فعلا ولا حاجه. انا ماليش دعوه بالباقيين عندهم ايه او ما عندهمش ايه، انما ايه دول جنب الاغنياء اللي موجودين في العالم؟ مليارات، مليارات. وانا بدات فعلا احلم بالمليارات دي، مليارات. عايز لما ابني اللي جاي ده يجي يلاقي ابوه واحد من اغنى اغنياء العالم، ولما يتخرج من جامعه هارفارد اعظم جامعات العالم، يلاقي ابوه حول مجموعه الشركات اللي عنده دي لاعظم مجموعه شركات في العالم كله. حاجه ولا اناسيس، وزي ما اناسيس بنى امبراطوريه، محمود الشرقاوي لازم يبني امبراطورية الشرقاوي الكبيرة. ألف 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 مبروك يا أحلى عمو في الدنيا. الله يبارك فيك أبو حميد يا حبيبي يا وش السعد. والله يا دكتورة أحمد ده وش السعد والخير عليا، عشان كده أنا عايزك تهتم بيه وأدكيه، مش في شغل شركة المقاولات بس، في شغل المجموعة كله. قول يا شاب، أنت مرتبك كام دلوقتي؟ 7000 جنيه يا عمو. بس لا يا عم، من النهارده بقوا 10000 جنيه في الشهر. ميرسي يا عمو. على ايه يا حبيبي؟ يلا اتكل على الله، واتصل بصافي خليها تيجي تتغدى معانا النهارده. تحت امرك يا احلى عمو في الدنيا. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. بعد اذنك. كونجراتيوليشنز مستر محمود، الف مبروك. الله يبارك فيكي وفي عمرك. اظن بقى زي ما الباشمهندس احمد وشه حلو عليك، انا برضو وشي حلو عليك. ده اكيد. انا قلت حاجه غير كده؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه مهمه. انا اللي مفرحني النهارده ان انا عندي حلم اتحقق بعد ما كنت تقريبا فقدت الامل فيه نهائي. باي ذا واي، مستر فوزي اقترح عليا اقتراح وانا لقيته اوكي بمناسبه المولود اللي جاي في الطريق. خير ان شاء الله. يعني هو اقترح ان احنا ندي 10 ايام مكافاه لكل العاملين في المجموعه. 10 ايام لكل العاملين في المجموعه؟ عارفه دي تعمل لها قد ايه؟ مليون واكتر. شوفي بقى، لو المليون ده انا حطيته باسم البيبي اللي جاي ان شاء الله دوت في البنك، بعد 20 سنة ممكن يعملوا قد ايه؟ ايوه. الف 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 مبروك يا محمود باشا. يا سلام، اخيرا. معقوله تبقي انت يا مس ليلى اخر واحده في المبنى تبارك لي؟ معلش انا اسف، قبل ما اجي المكتب كان ورايا مشوار مهم قوي بره، بس اول ما وصلت وسمعت الخبر ما تتصورش انا فرحت قد ايه. بالمناسبه دكتور مصطفى اخو حضرتك مستني بره. مستني ليه؟ خليه يتفضل. اوكي استاذن انا بقى ونبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 بالدكتور مصطفى العظيم. أهلا يا دكتور، وحشني وحشني وحقيقي وفرحان بيك. اتفضل اتفضل اقعد. يا سلام، ده أنا النهاردة فرحان بشكل لا يمكن تتصوره. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أنا جالي خبر بملايين الدنيا كلها.
ربنا أراد والعلاج نفع، خلاص أخوك هيبقى أب قريب قوي، هبقى أبو مصطفى الشرقاوي الصغير. معقولة؟ سبحان الله، ألف ألف مبروك يا محمود أخويا، مفاجأة مش كده؟ مفاجأة فعلا، ومفاجأة كبيرة كمان، بس دي أسعد مفاجأة في حياتي. المفاجأة الأجمل حقيقي إني ألاقيك قدامي دلوقتي في أجمل أيام حياتي. المهم أخويا، أنت عارف أنا جاي لك في إيه دلوقتي؟ أي سبب أنت جاي علشانه مجاب وفورا. الحقيقة أنا جاي لك في ظرف مش كويس. الحاجة نعيمة نقلوها المستشفى، هي في العناية المركزة دلوقتي، وبعدين دي بين الحياة والموت، وكل ده بسببك وبسبب تصرفاتك يا محمود. لا مش بسببي، انت راجل دكتور وراجل مؤمن، وانا قلت لك قبل كده ده بسبب جشعها وطمعها، وبعدين ده اخي قضاء وقدر، وربنا سبحانه وتعالى قادر يشفيها ان شاء الله. بقول ايه يا محمود، انا مش جاي لك دلوقتي علشان تتعالها بالشفاء. خلاص خلاص يا دكتور، انا تحت امرك، هعمل اللي انت عايزه انت والحاجه، وده بس عشان نريحكم. انا عايزك بس تراعي ربك في انه رزقك دلوقتي بطفل طول عمرك بتتمناه، فراعي ربنا في الست ديت. احنا زي ما اتفقنا كمان يومين هجيلك، هجيب حد يتمن الارض، تحضر الفلوس ونروح نزورها في المستشفى ونديها الفلوس ونطمن عليها، عشان تشيل بقى عن ضميرك المشكلة اللي انت عاملها دي. ماشي يا دكتور، وانا تحت امرك، ربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. طيب اخويا، انا هقوم دلوقتي اعدي على احمد في مكتبه وبعدين اروح. تمشي فين يا دكتور؟ وده معقول؟ دي فرصة، تعال معايا البيت عشان تبارك الإناس بنفسك، وفي نفس الوقت في موضوع مهم قوي عايزين نتفق على ميعاد خطوبة احمد وصافي. خطوبة مين؟ احمد وصافي دي مين؟ صافي دي اخت مراتي ايناس لازم. انت اتخبلت ولا ايه؟ احمد خلاص هيتجوز اشرقت بنت الدكتور ابراهيم حجاب، وجوازه قريب قوي ان شاء الله. يا دكتور اشرقت ايه وبتاع ايه؟ دي اخت مراتي لازم بقول لك. وبعدين الحب، الحب ده بيعمل معجزات، بيشقلب اي حاجه في الدنيا. وبعدين خلي بالك دي اخت مراتي، يعني ابنك هيبقى عديلي. وفي حاجة مهمة جدا، ان ابوها ده راجل وزير سابق، وحاليا بيشتغل معايا نائب رئيس المجموعة كلها، دراع اليمين. وبعدين البنت جميلة وستايل واخلاقها كده. انت اكيد اتجننت. ما تصورش قد ايه يا بابا انا سعيد بتشريف حضرتك مكتبي النهاردة، ده الدنيا كلها نورت، ده القاهرة كلها نورت. من غير مراوغة يا باشمهندس، الكلام اللي عمك بيقوله ده حقيقي. بصراحة يعني يا بابا، ومن غير مراوغة كلام عمه مظبوط. مظبوط ازاي بقى؟ طب واشرقت بنت الدكتور ابراهيم حجاب اللي انت مرتبط بيها وهي مرتبطة بيك، واللي المفروض خطوبتكم الشهر جاي لولا انت اجلتها؟ بصراحة انا بحب صافي قوي وعاوز اتجوزها، ده يعني بعد اذن حضرتك انت وماما طبعا. مفيش اذن ومفيش موافقه لا مني ولا من ماما. بقول لك ايه، احنا مدين كلمه للناس وانت مرتبط بيهم، انا مستنيك يوم الخميس الجاي هنرتب ترتيبات الخطوبه والجواز انت واشرخت. يا باشمهندس انا مش عايزك تقلق من حاجه، الشبكه بتاعتك والمهر وفيلا مؤسسه على احدث طراز، دول هيكونوا هديه جوازك ان شاء الله. ايوه بس ده كده يبقى كتير قوي عمي. كتير ايه يا باشمهندس؟ انا بعتبرك ابني الكبير، وانت هترضاها برضو اكيد، هتعتبر ابني هو اخوك الصغير مصطفى محمود الشرقاوي. متشكر متشكر قوي عمي. يلا يا حبيبي بقى، بخبراتك كمهندس وكشاب كده، خد البنت الرقيقه الرومانسيه اللطيفه دي، شوف مكان رومانسي فسحها فيه. قوم يا حبيبتي. يلا يا باشمهندس نخربها، قوم. اخوك مش هيجيبها لبر يا مصطفى. انا مش قادره اتخيل اللي بيحصل ده، ازاي احمد يرتبط بواحده تانية غير اشرقت؟ دي البنت يعني بتحبه وبتموت فيه، وهو كمان بيحبها وبيموت فيها. والله الولد ده انا ما عدتش قادر افهمه،
بيقال لي هو نفسه مش قادر يفهم روحه، زي ما تكون سكينه سرقاه، مش عارف هو بيعمل ايه ولا رايح على فين. اسمع يا مصطفى، الخميس الجاي نجيب الدكتور ابراهيم واحمد ونكتب كتابه على اشرقت، اللي لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي ظفرها. هنكتب كتابه عليها ازاي؟ غصب عنه وام يعني؟ هو يا مصطفى، طب ايه الحل غير كده؟ ما هو الحل للاسف مش في ايدينا دلوقتي، الحل في ايد ابنك يا هانم. على كل حال ربنا كبير قادر يحلها له، محلها محمود اهو خلاص هيبقى اب. وتلاقيه طاير من الفرح. طاير طير يا امي، ويا ريت تدعي له يقوم مراته بالسلامه ويرزقه بالذريه الصالحه يا رب، ويبعد عنه الشيطان. هو علي ومنى فين؟ علي ومنى بره في الجنينه قاعدين يتعاتبوا. انا مش فاهمه كل واحد فيهم راكب دماغه ليه. انت مش ملاحظه ان علاقتنا بقت متوتره قوي الايام دي؟ ما عشان حضرتك فتحتها على البحر يا دكتور، وبقى كل واحد يخطط لحياتنا، مع ان المفروض محدش يخطط لحياتنا غيرنا احنا. في دي عندك حق وانا موافق، بس الموضوع كبير قوي مع امي ومحتاج وقت عشان اقنعها. طب واذا ما اقتنعتش؟ هفضل انا تحت رحمتها؟ لا يا علي، اللي احنا اتفقنا عليه هيتنفذ وفورا، ولازم تعلم موقفك ده قدام الكل. ايوه بس كده الموضوع هيبقى صعب قوي على امي، والبيت هيفضى عليها وهتعاني من واحده بشعه. علي دي مش مشكلتي، دي مشكلتك انت، وانا قلت لك اللي عندي ومش هتنازل عنه. يا ستي وانا موافق من حيث المبدا، وزي ما قلت لك انا محتاج وقت عشان اقنع امي، واديك شايفه مدبه القرش على القرش عشان المهر والشقه. حماتي يا امرايا زي الفل انت، انا مش هوصيك يا حبيبتي علشان ربنا يكرمك وتبقي نانا زي الفل كده وجده حلوه. عايزك في الفتره اللي جايه دي تخلي بالك خالص على النوس، خليها ما تتحركش، في السرير على طول ومرتاحه. مش للدرجه دي يا محمود، الدكتوره الحمد لله طمنتنا الحمل طبيعي، هي بس في الشهور الاولانيه ما تتحركش كتير وما تشيلش حاجه تقيله. على كل حال انا اتصلت بالدكتوره واتفقت معاها انها تباشر الحمل طول المده لغايه ميعاد الولاده، وانت يا روح قلبي عشان خاطري خلي بالك من نفسك ومن البيبي وما تتحركيش نهائي، ريحي قد ما تقدري. ان شاء الله يا حبيبي. ممكن تطمن انت؟ لما قصدي سعاده الباشا، في واحده هنا مع الباب بره بتقول انها اسمها الدكتوره كمالي وعايزه تقابل حضرتك ضروري. سوري مستر محمود، سوري ان انا جيت لك من غير ميعاد فجاه كده، لكن الموضوع خطير جدا وما كانش ممكن يستنى، وما كنتش اقدر اقوله لك بالتليفون. خير يا دكتوره؟ احنا قدرنا نحدد المكان اللي سعيد شاكر شايل فيه المستندات في شقته، عشان كده النهارده بالليل ما بين الساعه 1 و2 الفجر لازم حضرتك تكون محجوز في مستشفى عمومي عشان نبعد عنك اي شبهات. طيب بس انتوا مالين ايديكم من الناس اللي هينفذوا العمليه دي؟ ما تخافش، هم عارفين كويس قوي بيعملوا ايه وازاي. المستندات دي مهم قوي، دي فيها بلاوي لازم توصلني وتبقى في ايدي، والا دي ممكن تودي ناس كتير قوي في داهيه. المستندات اعتبرها بين ايدينا خلاص، ما عادتش هتمثل لك اي خطوره. الحبايه دي لازم حضرتك تاخدها الساعه 9 من غير ما حد يعرف اي حاجه، بعد ساعه تقريبا هتحس بمغص شديد جدا وقيء واسهال، يعني زي حال التسمم. وده عشان ايه الحكايه دي يعني؟ عشان يطلبوا لك الاسعاف وتروح المستشفى وتفضل تحت رعاية طبية لغاية الصبح. طب ما بدل البهدلة دي كلها أنا ممكن أخد إناس وحماية وحماتي وجروب كبير قوي ونروح نسهر في أي مكان عام. نو 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 مستر محمود، ما ينفعش، المستشفى أضمن عشان نبعد عنك أي شبهات جنائية. أما بالنسبة لسعيد شاكر فهيقولوا كان عنده حالة اكتئاب شديد وانتحر. أنا قصاد الطريقة اللي بتتكلمي بيها قوي متأكدة قوي منها كده، لازم أسمع الكلام. إن شاء الله بكرة الصبح الساعة 10 أعدي عليك في المستشفى وأطمنك إنه العملية انتهت على خير. أه عينيكي بتتحفى حمود، سلامتك. الإسعاف، المستشفى، حمود. خير يا دكتور؟ خير إن شاء الله، إحنا عملنا له غسيل معدة والصبح إن شاء الله هيبقى كويس. على إذنك. هو ايه اللي حصل؟ ده سعيد بشاكر رمى نفسه من البلكونه.
قبل ما اتصل بيك واعرف انك هنا رحت لك المستشفى عشان اطمن عليك. قالوا لي انك خرجت من ساعتين وصحتك بقت كويسه. الحمد لله على سلامتك. ثانك يو. اخبارنا ايه؟ كله مية مية والبقيه في حياتك. انت عبقريه ريلي جينيوس، تستاهلي تقول كتاب. انا تحت امرك ورهن اشارتك. اتفضل. شكرا. ايه ده يا متمنظر؟ ده في غلط، ده دي صور المستندات مش المستندات الاصليه. المستندات في الحفظ والصون مستر محمود. يعني ايه مش فاهم؟ يعني الاصول خلاص طاروا نيويورك عشان نحتفظ بيهم في خزنتك اللي هناك. يعني ايه؟ يعني انا هربت من لدغه التعبان عشان اقع في فك الاسد؟ ايوه، بس الاسد عمره ما كان بيشكل خطر على اولاده، واهم من ده كله انه العمليه نجحت والمستندات بقت بين ايدينا، وسعيد شاكر الله يرحمه ما بقاش يشكل خطر بالنسبه لك، واهم من ده كله انه حضرتك بعيد عن المسؤوليه. ايه ده؟ سيادتك تحب تشوفه. خير. ايه ده؟ ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ازاي ده حصل؟ علمي علمك يا فندم، التفاصيل مش كفايه اللي في الجرنال. طب روح انت دلوقتي فوق. روح. المكتب فورا. السلام عليكم. صباح الخير يا استاذ فوزي. قصدك مساء الخير يا استاذ فوزي. الساعة 12 ونص الا 5، تعالي ميعادك 9 ونص مش كده ولا ايه؟ معلش انا اسف خالص، بس النهارده بقى بالذات كان عندي مشوار مهم جدا. قول لي عنده حد؟ الدكتوره كاميليا ومزاجه متعكر على الاخر. تصور بقى النهارده بالذات كان نفسي يكون رايق وهادي ومزاجه عالي قوي، بس هعمل ايه بقى؟ ما باليد حيله. قصدك ما درتيش؟ سعيد شاكر نط من البلكونه، كان قصده ينتحر، نقلوه المستشفى وبين الحياه والموت دلوقتي. مصيبه سودا، مصيبه سودا اللي حصل ده، مصيبه سودا. الراجل مكتوب انه احتمال يعيش، وحتى لو بس فاق من الغيبوبه اللي هو فيها ممكن يتكلم، يبعبع، يتكلم على المستندات اللي كانت عنده دي، ممكن توديني بستين دقايق. وبعدين ده ممكن يقول على اللي رموه كمان من البلكونه ويتجرجر بقى، والعمليات كره كلها، كان لازم يتاكدوا انه خلص. اطمن مستر محمود، مكتوب في الجورنال انه في حالته خطيره جدا وفي غيبوبه تامه بين الحياه والموت. أكيد يومين ثلاثة هينشروا بخبر وفاته في الجورنال. وبعدين حتى لو ما ماتش قبل ما يفوق من الغيبوبة، إيدينا هتطوله حتى في المستشفى. يا ريت، وإلا دي هتبقى كارثة سودة. ده ممكن يرفعوا الحصانة عني في المجلس، وبعدين أتجرجر على النائب العام وسين وجيم، ومصيبة منيلة بستين نيلة. أنا مش شايفة أي داعي للقلق ده كله. لازم تثق فينا وفي قدراتنا. وبعدين ما تنساش ان انت يوم الحادثه كان عندك حاله تسمم وكنت في المستشفى، وفي دفاتر المستشفى متسجله ساعه دخولك وساعه خروجك. خلاص اطمن، اعتبره مات. يعني بعد اللي مكتوب في الجورنال والمصايب اللي انا فيها دي، انا ممكن اطمن؟ شور، اطمن، اعتبره مات. مساء الخير يا سعادة الباشا. مساء الخير يا فوزي. خير، قلقتني؟ لا ما تقلقش ولا حاجة،
Take your chair, Rod. Thank you, sir. أمر يا باشا. الأمر لله. بيني وبينك أنا فكرت كتير وعندي موضوع كريتيكال جدا. قلت مفيش غيرك أخد رأيه. أنا أصلي يعني بقول إن بالنسبة لليلى كفاية قوي عليها لحد كده. خير يا باشا، هو حصل منها حاجة كده ولا كده ولا إيه؟ نيفر خالص، بالعكس هي حتى المفروض إن هي مستنياني دلوقتي، بس بيني وبينك أنا اللي متردد. أنا أصلا فوزي من ساعة ما عرفت إن إيناس حامل وتأكدت من الحكاية دي، وأنا حاسس إن ارتباطي بيها وبالبيت زاد أوي. مش عايز أخرج منه تقريبا، عايز أفضل جنبها وجنب النونو. أما بالنسبة لليلى يعني فهي لسه صغيرة، ممكن تتجوز وترتبط وتعمل مستقبلها. كلام منطقي جدا يا باشا، محدش يقدر يقول فيه تلت التلاتة كام. أنا بيني وبينك كل ما أتصورني ناس ممكن تاخد أي فكرة عن وجود ليلى دي في حياتي ببقى هموت من الرعب، خايف عليها وعن نونو اللي ربنا هيبعتهولي. وبعدين بخاف أكتر كمان لا قدر الله يجرى لها حاجة من الصدمة اللي ممكن تحصل لها. بعد الشر عليها يا باشا وعلى البطنة. قرر ساعتك وقول لي وأنا هتصرف، وكالعادة أطلعك زي الشعرة من العجيب. ومن غير ما اضطر اخد ضده اجراء عنيف ينهار ويعترف ويقول لي ايه اللي شاغل باله. سلامتك يا عبدي. مفيش حاجه مهمه يعني، بس اصل فوزي عنده مشكله عائليه وكان جاي لي ياخد رايي فيها. يعني خير ولا ما ينفعش اعرف؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ينفع طبعا. هو اصله كان في واحده بتشتغل عندنا في شركه من الشركات، وبعدين يعني هو اتجوزها جواز عرفي. معقول؟ اهو اللي حصل. وبعدين ده عادي يعني، لحظه ضعف بني ادم، وده ممكن يحصل جدا. المهم في الموضوع ده ان الست اللي اتجوزها دي حبت تعرف مراته الاولانيه، فعرفتها ازاي ما اعرفش. طبعا كان متصور هو بقى انها هتحصل حريقه مصيبه، انما الحقيقه مراته طلعت عاقله جدا جدا جدا، خدت الامر بالراحه كده، فهمت ان دي عايزه تخرب بيتها ففوتت الموضوع، بس اشترطت عليه انه يطلق مراته التانية دي. فجالي انا كمان اقنعته يعني انه يسيب التانية دي ويطالب خاطر مراته. لا بقى اسمح لي، فوزي ده يستاهل قطم رقبته. هو فعلا عندك حق، يستاهل قطم رقبته، بس انا بتكلم على مراته. ايه رايك في تصرفها ده؟ مش بجد بجد يعني ست عقل قوي قوي قوي. هي فعلا ست عقل قوي، وتصرفها معاه بيقول انها عقل زياده عن اللزوم. لا لا زياده عن اللزوم ايه ده، هو كده يبقى كويس قوي يعني احنا لو فرضنا لا سمح الله، يعني فرض بس عشان بنتكلم مع بعض، يعني لو فرضنا ان ده حصل مننا مثلا، يعني
مش انتي اكيد ست ستات وهتتصرفي بشكل عاقل زي مراته كده برضو؟ اولا ما اسمحلكش تقارن نفسك بالندل ده، ثانيا انا واثقه ان حبيبي لا يمكن يفكر مجرد التفكير في حاجه زي كده، ثالثا لو لا قدر الله ده حصل هتبقى صدمه كبيره قوي، ما يتهيليش عايش يوم واحد بعدها الدرجه دي واكتر. ده طبعا هزار اللي بتقوليه. الله، امال فين النفس الطيبه؟ ده بيقولوا المسامح كريم، ويا بخت من قدر وعافي. الا في دي، لاني بحبك قوي، ولو لا قدر الله ده حصل هتبقى قتلتني، وما تهيليش في قتيل بيسامح اللي قتله. وبعدين تعالى هنا، انت بتشاور عيلة تعملها ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ده حكايه؟ لا لا لا، حكايه ولا روايه؟ حكايه ايه؟ هو انا معقول اعمل حاجه زي كده؟ انا لا يمكن اعمل حاجه زي كده اطلاقا. اولا انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. نمرة اتنين، انت مش مجرد واحده بالنسبه لي، انت كل بنات حواء، انت الزوجه والصديقه والحبيبه والاخت والام. فوق ده وده، انت ام مصطفى محمود الشرقاوي. انا بحبك قوي يا محمود، كلامك بيخليني طايره فوق اعلى سحابه في السماء. وانا كمان، انا حاسس ان انا طاير جنبك في السماء، جنب احلى واجمل وارق واحده في الدنيا كلها. طب كفايه يا رب، احسن عرفت ادوخ. ايه ده مين بقى السقيل اللي بيتكلم في اللحظه الرومانسيه دي؟ الو. طيب على طول، مع السلامة. خير يا حبيبي؟ خير طبعا. ده صوري، انا من فرحتي باللحظة دي معاكي نسيت خالص ان انا مدي موعد لناس، والناس راحوا ميعادهم وقاعدين ومستنييني وانا عمال ارغي هنا، فلازم اروح لهم دلوقتي على طول. طب ما تعتذر عن الميعاد. ايفر نيفر، ما ينفعش، ده ميتنج للشغل مهم جدا. بس حبيبتي ما تقلقيش، انا على طول هروح وارجع على طول في ثانية. ممكن لو سمحت تباركلي عشان انا حامل؟ ادي نتيجة التحاليل. بصوتف، ما تتصورش يا محمود، الدكتور اول ما اكد لي ان انا حامل حسيت ساعتها ان انا طايرة. كان نفسي ادخل لك المكتب وحضنك وابوسك مليون بوسه، بس قالوا لي ان انت متعجنن. قلت احسن اقول لك المفاجاه اللي مديه النهارده بالليل. ليه عملت كده؟ اسمعيني وافهمي اللي هقوله كويس. انت بكره تاخدي عمتك وتروحوا تدوروا على دكتور منياهم، أو تلاقيكوا أكيد عارفين الناس ديت وتخليه ينزلك لبطنك. أنت بتقول إيه؟ اللي أنت سمعتيه بالظبط. ليه يا محمود؟ أنا مراتك، مش أنت طول عمرك بتحلم من التخلف؟ أيوه فعلا كنت بحلم، وربنا الحمد لله حقق لي الحلم ده، وإناس مراتي حامل، ولو عوزت أخلف تاني هيبقى من ايناس مراتي. تقصد ايه؟ اللي انت سمعتيه. هو انت مش ممكن تتصوري ان انا هقبل اني اجيب عيال من جواز عرفي؟ خلاص، خليه رسمي، خليني اكمل الخلفه،
خليني اجيب لك الولد اللي انت طول عمرك بتحلم بيه. هي كلمه قلتها ومش هعيدها تاني. اللي ببطنك ينزل وانسي نهائي موضوع الجواز الرسمي ده. وانت كمان انسى، انسى اني انزل اللي في بطني. وانت مش هيجي اليوم اللي هتلمسني فيه ولا تشوفني الا لما تتجوزني رسمي. هي كلمه ملهاش تاني نهائي. هتنزل اللي في بطنك والا هتندمي بقيت عمرك، ده لو فضل في عمرك بقيه. ايه يا فوزي لسه ما جاتش برضه؟ قفل محمول وما بتردش على حد. ما اتصلتش بيها في بيت عمتها؟ اتصلت يا فندم، عمتها بتقول ما شفتهاش، بس انا احساس انها عندها. يا احساسك صح، دي ست كدابه اكيد عندها. قاعدين دلوقتي بيدبروا وبيخططوا ازاي يقلبوني. اسمع فوزي، سيب اي حاجه وراك، روح لها البيت عند عمتها، اتفاهم معاهم ووصل معاهم لحل، بس هددهم قول لهم لا يقبلوا اللي انا عرضه يا اما هنسفهم الدنيا. بس ايه ده انت؟ اسمع فوزي، لو سمحت ما تروحش لوحدك، خد معاك شكري بيه، بس بعتولى الاول انا هفهمه على الموضوع كله ورسيه على كل حاجه. لازم ترجعولي بحل النهارده. لا لا يا شكري بيه، اللي انا اعرفه عن حضرتك ان مقامك كبير قوي، والكلام ده ما يصدرش عن راجل محترم زي حضرتك. يا نادي هانم، الموقف حساس قوي، الظروف هي اللي بتحتم علينا ان احنا نقول الكلام ده ونلجأ للحل ده. بس انا بقى استحالة اتنازل عن اللي في بطني يا شكري بيه. ليلى يا بنتي، بلاش تركبي دماغك، وهوديني بلاش الحاجات دي. تهودك ازاي وترتكب حرمانية يا شكري بيه؟ بدل ما تيجي عليها قوي كده وانت عندك ولاية ربنا يخليهم لك، خليه يحول الجواز العرفي لجواز رسمي واتقوا ربنا. يا نادي هانم، بصريح العبارة، لو حصل الكلام ده بيته اتخرب. مش بعيد مراته اللي هي بنتي تروح فيها. وانا بقى من الاخر كده وبصريح العبارة مش هنزل اللي في بطني، وقدامه مهلة اسبوع واحد. لو ما حولش الجواز العرفي لجواز رسمي انا هروح الجرايد وهوري لهم الورقة العرفية اللي ماضي عليها بخط ايدي واللي ماضي عليها الاستاذ فوزي، وساعتها هتبقى حتة فضيحة ما اعتقدش انه هيقدر يتحملها ولا هيكون قدها. انت كده بتتهوري جامد قوي يا انسه ليلى. انسه؟ ايه انسه دي؟ مدام ليلى يا استاذ فوزي. انا اسف، مدام ليلى. صدقيني يا مدام ليلى، الباشا مقيم على حبك وعلى الود اللي بينكم، ولو الكلام اللي بتقوليه ده حصل او حتى بلغوا انك قلتيه او حتى انك فكرت تقوليه، هتخسر كتير قوي. هتخسر الفيلا والشركه والمزايا اللي بتدور حوالين الشركه، ده غير الهدايا والحنيه اللي مغرقك بيها. تصدق لو خسرت الدنيا كلها مش هخسر اللي في بطني، وريت تبلغوا بالكلام ده وقد اعذر من انصر. لا 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 لا، ده كلام كبير قوي يا مدام ليلى. لا، والكلام اللي اكبر منه، لو هو فاكر ان انا السكرتيره العيله الصغيره فاكرها بتلعب في ضفايرها يبقى فاهم غلط، فاهم غلط قوي. انا ماسكه عليه مستندات وبلاوي توديه في 60 داهيه. على سبيل المثال، ديسك عليه كل الضمانات الوهميه بمستنداتها المضروبه اللي مقدمها للبنوك عشان يقدر ياخد بيها قروض. تخيلوا انتوا بقى لو الديسك ده وقع في ايد النائب العام ولا الجرايد، ايه اللي ممكن يحصل ساعتها؟ ليلى يا بنتي، انت بالكلام اللي بتقوليه ده بتقطعي حبال الحب والمعزه والموده اللي بينك وبين الباشا، واللي هو اكد لك انه ما زال باقي على حبه ليكي. ولو سمع حتى انك فكرتي في الكلام ده، موقفه هيبقى سخيف قوي 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 معاكي. اعلى ما في خيله يركبه يا شكري بيه، يا ابو الست الهانم. ما تقولي حاجة يا نادي هانم. أقول إيه شكري بيه؟ أخليها ترتكب معصية وتنزل الجنين اللي ربنا خلقه في بطنها وكانت فرحتها بيه ما تتقدرش، يبقى عرفت إنها حامل؟ وتصدق يا شكري بيه،
لو قالت لي والدنيا كلها قالت لي برضه مش هنزل اللي في بطني. يا جماعه كفايه لت وعجن بقى في الموضوع ده. انا قلتها كلمه واحده قدامه اسبوع مهله يحول الجواز العرفي لجواز رسمي، وده اخر كلام عندي. بس انا متاكد ان ناديه هانم ما يرضيهاش الكلام ده. ما تحضرينا وتقولي كلمتين عشان نحل المشكله السخيفه دي. مفيش كلام بعد اللي قالته ليلى بنت اخويا. ولو سالتوا اي محامي او اي رجل دين هيقول لكم ان التحريض على الايجاب حرام. طيب صبرك بس ثانيه واحده مدام ليلى، ده اخر كلام؟ اخر كلام زي اول كلام قلته، وقلته خلاص. قدامه مهله اسبوع ينفذ فيها كل حاجه انا عايزاها، يا اما عليا وعلى اعدائي.